والله ثبت في الحديث الصحيح ما من امرأة تنكد على زوجها أو تؤذيه إلا لعنتها الحور العين من الجنة وتقول لها لعنك الله لماذا تؤذيه فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فهمت؟ المرأة اللي تعذي راجلها الملائكة في الجنة واش يقول لها للحور العين اللي الراجل تحرك كتب له ربي إلى ما تدخل الجنة ويتزوج بهذا المؤمنة اللي هم في الجنة يقول لها الله ينعلك على شرك يتعاذينا في راجلنا حور العين اللي في الجنة يلعنوها هوية في الدنيا يقول لها الله ينعلك على شرك يتعاذينا في راجلنا هو راه عندك يشغل العساس يراينا الجن هذي يتهنى منك ويجي العساس.